السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حبيبة، حياكم الله في قناة الرسم مالتي. Welcome to my channel, this is حبيبة الجابري and welcome to my art channel. Hello guys, for today video I'm doing a fun art for a friend from Twitter. He always keeps supporting me and this was a thanking gift to him. This is his original OC. As you can see, his name is Startsider, not Sider, Startside. I will draw my original OC, my body. First of all, I do miss you all, and I know I haven't done a lot of videos except for October, and that was a horrible experience to me. I do not have a lot to say, but let's keep it in Arabic also. أول شيء حياكم الله مرة ثانية في قناة الرسم. ثاني شيء هاي الشخصية عبارة عن هدية حق شخص دوم يسوي لي سبورت، يجزاه الله الخير. شخصيته أوريجينال كاركتر، اسمه ستارت سايد فروم ماي ليتل بوني. يعني أنا بعد عندي شخصيات من ماي ليتل بوني وشكلي يمكن ارسمهم لان هذا الستايل اكستريم كيوت بصراحه، وجد سهل ما ياخذ يعني وقت. الحمد لله اخذ مني وقت طبعا، بس سرعت الفيديو الحين من نفس ما تشوفون باربع دقائق. عجبتني حركه السبيد هالمره، يعني ما شاء الله ما شاء الله وايد حلوه الحمد لله. فحبيت اشكره، يعني كنت اريد اسوي ارت تريد معاه، بس بما انه ما يرسم، لان في العاده اذا حد يسوي لي سبورت ويرد علي وارد عليه اطلب منه ارت تريد في العاده، يعني ما ان تستغلونها يعني. لكن انا ما اشوف شخص صدق يعني يتواصل وياي ويسولف وياي وياخذ ويعطي وياي، احب اني اسوي له شيء مثل ما اني اشكره. يمكن اخاف انكم الحين كلكم شو يسمونه تستغلون هالنقطة. اوه صح، حبيت اذكركم بيوم ميلادي 12/12. بليز اريد ارتس، اعرف اني اطلب وايد، لكن يمكن الهدية اللي اباها اني اوصل 1000 فلورز. واتمنى اني اوصل ان شاء الله. ماي ليتل بوني، انا عندي شخصيات بعد اكستريملي كيوت، يمكن اشوف 1 2. عندي ريد روز، بلو سكاي، كينج ولا كان اسمه برنس تقريبا. وعندي 2 ادوبتد يعني بوست بونيز، هذا العدد 5. مشكله والله مشكله ان الواحد يسوي ادوبت، مشكله شخصيات حيل كيوت. لازم ابدا ارسم شخصياتي. اذا رسمت هذا الستايل بيكون حلو، وايد وايد سهل بيكون، ما بياخذ مني وقت. يمكن اسوي لايف ستريم. ثانك يو، وصلتني حلاوه. اوه صح، نسيت احييكم. هلو مايسترو فور تشيز كيك، نسيت هذا التحية مالتي. اوه ماي جاد. المهم ان شاء الله، قلنا انا بنرسم شخصياتي 5، قلنا ان شاء الله يمكن اسوي حقهم لايف ستريم. خلنا نشوف. شوفوا ابا هدية حق يوم ميلادي بصراحة، بليز سووا لي رسمات، والله بقول لكم من الشاكرين. تعرفوني والله انا بشكركم بطريقتي الخاصة. طبعا انا بما اني احب اني ارسم، يعني اسوي رسمة، يعني اذا حد سوى لي شيء كيوت اسوي له شيء في المقابل ان شاء الله. انا اخاف انكم تستغلونه بعدين ابتلش بهذا الكلام اللي قاعد اقوله الحين، ما مشكلة ان شاء الله. ان شاء الله هي رسمة واحدة انا بسوي اكيد، يعني اذا حد سوى رسمة بسوي له شيء في المقابل مثل الشكر، رسمة واحدة ما بزيد، الا اذا كنت شخص يعني انا اوريدي اعرفك يعني من زمان او اعرفك من زمان. فاللي حاب انه يعني يشارك ويسوي حياكم الله ان شاء الله. والله عندي وايد مآسي خاطر اتكلم فيها، لكن هالشانل مش عشان المآسي، يمكن اسوي فيديو ثاني عشان المآسي. واي نسيت بعد، ما سويت بعد فيديوهات جيمز بعد من زمان، ان شاء الله قريب انا اتريب بصراحة. وحبيت اني اشكركم والله، شكرا انكم معي وانكم تسووا لي سبورت وعلى الشير واللايكس، وان شاء الله هذا الفيديو نال اعجابكم، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. ثانك يو جايز، باي باي.